يحقق فوزا جديدا، يحاول أن يحقق ثلاث نقاط جديدة بالتأكيد ستقربه بلا شك إلى حصد اللقب الشتوي، ولو أن هذا الحديث بالتأكيد سابق لأواني. وهذه انطلاقة أخرى على الجهة اليمنى من يايا، محاولة التوزيع من كودري ولكن الدفاع، تدخل الدفاع عن طريق الياس شتي أو سعد نبيل. لاحظوا الإعادة، محاولة التوزيع من كودري ولكن سعد بأناقة وبقوة وبرزانة يخرج الكرة إلى ربانية، ضربة ركنية، محاولة التوزيع ركنية ولكن جانبية الكرة. أول تهديد من شافعي، القادمون من الخلف، فاروق شافعي رأسيته تمر جانبية كما نشاهد، مفتاح في التنفيذ، وشافعي يرتقي فوق الجميع من دون مراقبة، ولكن رأسيته لم تكن مركزة ومرت بجانب الحارس، مرمى الحارس الصالحي الذي تعول عليه الشبيبة اليوم في صد هجمات الاتحاد. وهذا هجوم آخر، مزيان، محاولة التمرير والتوزيع، صالحي، كرة كانت في عمق المدافعين ولكن صالحي هو الأقرب. انطلاقة أخرى من شبيبة القبائل، لكن هناك خطأ، خطأ على الاتحاد وعلى مزيان عبد الرحمن. الاتحاد يحاول منذ البداية، الخطأ كان من أو على مزيان، شوف المراوغة وهذه إعادة، ويايا لم يحسن التعامل مع هذه الكرة، والخطأ هنا كان واضحا على عبد الرحمن مزيان. والتنفيذ كالعادة، الظهير الأيسر شريف رضوان صاحب التمريرات الدقيقة والتمريرات القوية، لكن دفاع الشبيبة يتدخل مرة أخرى، وهجوم آخر للشبيبة عبر أوقاسي، لكن الكرة كانت أقرب للمدافع أو لبلغيت، يخرجها للتماس، يستفيد منه شبيبة القبائل. اليوم هي مباراة بالأرقام ومعطيات بين فريق يحتل المرتبة الأولى وبأحسن هجوم هو اتحاد العاصمة، الذي سجل لحد الآن 24 هدفا في مواجهة فريق هو يملك أحسن دفاع في البطولة. وهذه المفارقة في هذه المباراة، هذه المباراة التي تجمع كما ذكرت بين أحسن هجوم وأحسن دفاع، فمن سيتوفق ومن سيتفوق بالأحرى في هذه المواجهة. هذا خطأ كان ضد كودري حمزة، الخطأ كان واضح من بن خليفة وسط الميدان، الخطأ في تنفيذه مفتاح، ينفذ مباشرة في منطقة العمليات. الدفاع يتدخل مرة أخرى إلى التماس، إلى التماس. الاتحاد لحد الآن بعد مرور 4 دقائق هو الأكثر جرأة والأكثر هجوم والأكثر مبادرة. الشبيبة تكتفي بالدفاع لحد الآن. ركنية ثانية في ظرف تقريبا 4 دقائق أمام إبارة، أمام شافعي، أمام بن يحيى، صعود كلي للمدافعين. وهذه كرة أخرى لكن مسترجعة من شبيبة القبائل، لكن من دون تركيز، تمريرة كانت خاطئة. دوما الفرنسي على الخط بالتأكيد يمنح التعليمات، تعليمات البداية قبل المباغتة التي يسعى إليها الاتحاد في الدقائق الأولى. هجوم آخر لاتحاد العاصمة، كودري ولكن كرة مقتطعة ومقطوعة بشكل ممتاز. بن يحيى يتدخل، بن غيت لكن مزيان إلى التماس، الكرة لم تصل إلى شريف رضوان، تعود لدفاعات الشبيبة القبائل، الشبيبة التي تسعى اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية. هذا هجوم آخر للشبيبة، محاولة بناء اللعب على الجهة اليسرى، شتي الياس، مباشرة الكرة في العمق، كرة قبائلية من أمام مفتاح،
ضائع الكرة من جانب شبيبة القبائل ليايا العائد للمساعدة في الرواق الأيمن. إبارة يرتقي ولكن كرته إلى التماس أو خطأ قبل ذلك يقول الحكم مصطفى غربال. هي أمسية البحث عن الانتصار، عن الفوز، عن إثبات الذات بالنسبة للفريقين الشبيبة والاتحاد. الفريقان يتواجدان في أحسن أحوالهما في البطولة الوطنية. كل واحد منهما يقول أنا الأقوى، أنا الأحسن، أنا الأفضل، ولكن حقيقة الميدان هي التي تفصل بينهما اليوم على المستطيل الأخضر، بين الفريقين الشقيقين. طبعا الشبيبة اليوم استقبلت استقبالا جيدا من طرف الأنصار ومن طرف إدارة الاتحاد، بالتأكيد بعد الكلام الكثير الذي راج في 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 الأسبوع المنصرم، والذي سبق برمجة أو الذي صاحب برمجة هذا اللقاء ثم إعادة برمجته. كلام بين الرابطة وبين شبيبة القبائل ليتم في النهاية ترسيم هذا اللقاء، ترسيم موعد المواجهة اليوم الجمعة على هذا الملعب، ملعب عمر حمادي الذي يبدو جميلا اليوم بألوان الفريقين اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل. بالتأكيد من سيكون أكثر تركيز ومن سيكون أكثر حضور وأكثر جرأة سيفوز بهذه المباراة. هجمة أخرى لاتحاد العاصمة ولكن برانس إبارة يضيعها، تعود لشبيبة القبائل مباشرة على الجهة اليمنى لفيستون. فيستون على الجهة اليمنى المهاجم البوراندي لكن يخسر هذه الكرة إلى ضربة مرمى لفائدة اتحاد العاصمة. شافعي، هذا هو فيستون لاعب البوراندي صاحب 3 أهداف لحد الآن في البطولة. شافعي مباشرة إلى دفاعات الشبيبة، تتفوق دفاعات الشبيبة من أمام قاسي. هجوم آخر لشبيبة القبائل، خطأ يقول غربال لفائدة حمرون. لاحظوا الإعادة، الخطأ كان واضح والتدخل كان واضح من الشافعي على بلقاسمي المهاجم الذي وضع فيه الثقة اليوم دوما وأدخله أساسيا في هذه المباراة. كرة أخرى للشبيبة، محاولة المراوغة من دون خطأ، مسترجع الكرة مرة أخرى لشبيبة القبائل. مباشرة الكرة في عمق المدافعين ولكن شافعي هو الأقرب يتدخل بشكل ممتاز، مفتاح إلى التماس لفائدة شبيبة القبائل من أمام أماعوش أو إلى ضربة مرمى يقول الحكم. صراع مفتاح وأماعوش في الكرة الماضية ينتهي لفائدة الاتحاد، وهذا هجوم آخر شريفي، شريفي رضوان كودري في الوسط والخطأ واضح، وغربال أقرب يعلن عن خطأ لفائدة الاتحاد العاصمة. لاحظوا الإعادة، العرقلة كانت واضحة. بن خليفة طبعا يعتذر من الحكم. مزيان ينطلق على الجهة اليسرى لشريفي،
بالتأكيد يحاول التوزيع، لكن تدخل الدفاع مرة أخرى للاتحاد. مزيان يغير الاتجاه إلى مفتاح، محاولة التوزيع الرأسية، لكن دفاع الشبيبة متماسك، ولكنه يضيع الكرة في هذه الكرة. تسديدة أخرى، تسديدة أخرى للاتحاد، وصالحي الأقرب إليها. كرة لم تشكل تهديد حقيقي على مرمى شبيبة القبائل. كودري يدور بالكرة ثم يسدد، لكن ببراعة وبأناقة وباقتدار صالح عبد القادر، خبرة والتجربة. هزيج الاتحاد لا تتوقف على هذا الملعب الذي أصبح الرفقاء مزيان عبد الرحمن يسجلون فيه نتائج ثقيلة بالثلاثة وبالأربعة وبالخمسة. وهذه كرة أخرى، ولكن رضواني يستنجد بزيماموش، يبعدها إلى التماس بمبدأ الأمان. زيماموش يبعد الخطر عن مرماه إلى التماس لفائدة شبيبة القبائل. كانت كرة كادت أن تشكل تهديدا أمام ضغط أماعوش من أمام زيماموش. الاتحاد ضغط منذ الدقائق الأولى، ولكن يبدو أن الشبيبة بدأت تعود تدريجيا، بدأت تستعيد التوازن، توازن البداية، توازن تجنب المباغتة من جانب اتحاد العاصمة. هناك خطأ، هناك خطأ للاتحاد من أمام فيستون. يغيب عن تشكيلة شبيبة القبائل اليوم المهاجم أوتشي نوفور النيجيري، يغيب بداعي العقوبة إلى جانب بن يوسف بسبب الإصابة. بالتأكيد غيابين مؤثرين، لكن دوما يعرف كيف يستغل اللاعبين الذين يمتلكهم. يقول بأنني أملك فريق ولا أملك مجموعة. فريق الشبيبة يلعب بروح المجموعة، يلعب بكتلة واحدة، الكل يدافع والكل يهاجم. تقريبا اليوم يلعب بالأربعة أربعة اثنين مع تواجد فيستون وبالقاسمي في الهجوم. هذا هجوم آخر للاتحاد العاصمة من أمام مزيان، وبمبدأ الأمان بليلي أو تيزي وعلي إلى التماس من أمام بلغيت. التماس منفذ ليايا شريفي، محاولة التوزيع، لكن كرة ضائعة من شريفي. فيستون من أمام بن يحيى، يتفوق بن يحيى ويعود إلى زيماموش. كرة كانت قوية بصعوبة، تمكن منها زيماموش، كادت أن تباغته بنيران صديقة شتاء. يدور بالكرة، يجد شافعي إلى بن يحيى. شريفي، اتحاد يحاول أن محاولة تدوير الكرة بشكل ممتاز من اليمين إلى اليسار، ومن ثم البناء اللعب عن طريق الجناحين. أن يتواجد مزيان ويايا وإبارة كقلب هجوم. اتحاد وفي لنهجه التكتيكي منذ بداية البطولة هنا على هذا الملعب، على ملعبه عمر حمادي، بالأربعة ثلاثة ثلاثة.
سعد نبيل قائد فريق شبيبة القبائل والقلب النابض لدفاعه. دفاع شبيبة القبائل كما ذكرت هو الأقوى، هو الأحسن، هو الأفضل في البطولة. منظومة دفاعية قوية يملكها الشبيبة هذا العام بتواجد سعد نبيل وتيزي وعلي في محور الدفاع، تواجد بلالي وشتي الياس كظاهرين، وأمامهما طاهر بن خليفة. هل سيصمد دفاع شبيبة القبائل بعد مرور 16 دقيقة؟ هل سيصمد دفاع شبيبة القبائل أمام أحسن هجوم في البطولة؟ اتحاد العاصمة الذي سجل 24 هدفا لحد الآن. لحد الآن المباراة تبدو متكافئة. التوجس وجس النبض متواصل لحد الآن. هذه كرة أخرى لكودري، مرة أخرى مفتاح، كرة لاتحاد العاصمة، محاولة التسديد والدفاع مرة أخرى بشكل ممتاز، بشكل ممتاز ينقذ مرماه من تسديدة كانت أرضية زاحفة. غربال يقول خطأ ضد فيستان مرة أخرى من أمام الشافعي. لاحظوا الإعادة، كان التدخل واضح والعرقلة كانت واضحة وغربال كان قراره سليما. شافعي يتقدم، مفتاح شافعي مرة أخرى، محاولة المراوغة، ينجح في المراوغة والتسديد في عمق الدفاع، لكن سعد نبيل أو تيزي وعلي يتدخل بشكل ممتاز، تبادل كروي وخروج ممتاز بالكرة من لاعبي شبيبة القبائل. وفيستون في الهجوم، هذا هجوم آخر لشبيبة القبائل، لا توجد وضعية تسلل، محاولة التوزيع، الدفاع أقرب. أول هجوم حقيقي وأول كرة ملعوبة بشكل مثالي وبشكل جميل، لاحظوا بين فيستون وبين بالقاسمي، محاولة التوزيع لكن الشريفي كان الأقرب من أم بالقاسمي، التمريرة كانت من أمعوش. ورخنية لفائدة الاتحاد. خطير شبيبة القبائل في الهجومات المرتدة، صعود مدافعي شبيبة القبائل، الركنية منفذة لكن مفتاح الأقرب، محاولة الضغط في هذه اللحظات من شبيبة القبائل، تعود الكرة للشبيبة بشكل ممتاز، يسترجعها المدافع سعد نبيل. وقاسي طبعا هذا امتحان حقيقي لشبيبة القبائل أمام فريق متصدر البطولة ويلعب جيدا على أرضية ميدانه اتحاد العاصمة، امتحان حقيقي وامتحان لقوة الشبيبة وقوة القوة الدفاعية للشبيبة في هذه المباراة، المباراة التي تلعب لحساب الجولة 13 في حين مباراة الرابطة المحترفة اليوم في نهاية هذا الأسبوع تلعب جولتها 14. فريقان لعبا لحد الآن 11 جولة وخطأ ضد يايا، وغربال يعلن عن الخطأ، بالتأكيد كان واضح، لاحظوا إبارة يمرر ليايا لكن التدخل كان واضحا وخطيرا من إلياس شتي، كان فيه تعنيف على اللاعب بدون شك. وصالحي في توجيهاته، صالحي الذي تلقى لحد الآن كما ذكرت 5 أهداف في 11 مباراة، مفتاح في التنفيذ، صعود كلي للاعبي اتحاد العاصمة خاصة للمدافعين، ستكون بلا شك باتجاه الرؤوس
مفتاح في التنفيذ. كرة منفذة، الدفاع يتدخل من أمام صالحي، كرة أخرى ولكن هناك لاعب ساقط على أرضية الميدان. سلامات إن شاء الله. هذه نظرة فروجي يقرأ اللعب بلا شك في هذه اللحظات أمام مساعده كريم خودة. سلامات للاعب الساقط على أرضية الميدان. حكم غربال بالتأكيد يطمئن على سلامة هذا اللاعب. كانت كرة مشتركة في اللقطة الماضية. ودوما في توجيهاته كعادته، في توجيهاته كالعادة. ينادي على مقاسي. لاحظوا الإعادة، كانت كرة مشتركة بين إبارة ومدافع شبيبة القبائل. سلامات اللاعب يعود معافى إلى أرضية الميدان إلى ضربة مرمى. كرة مسترجعة للحارس صالحي. كرة قبائلية، خطأ واضح، الخطأ واضح للاعب أوقاسي. رغم قصر القامة والبنية الجسدية المتوسطة إلى اللاعب، تفوق وتحصل على خطأ، لكن كرة مسترجعة من اتحاد العاصمة إلى الدفاع، إلى الشريفي. عودة إلى الدفاع وتدوير الكرة كعادته اتحاد العاصمة. وفي لطريقة لعبه، وفي لنهجه التكتيكي كلما لعب هنا على ملعب 20 أوت. كودري من أمام مدافعين أو من أمام لاعبين يتحصل على خطأ. الدقيقة 24، النتيجة لا تزال سلبية، وهذا هجوم آخر لاتحاد العاصمة من أمام مزيان وكودري، محاولة المراوغة لكن تدخل الدفاع تأخر كثيرا كودري في التعامل مع هذه الكرة. مرة أخرى الشريفي على الجهة اليسرى يخسر هذه الكرة أمام إصرار وعزيمة لاعبي شبيبة القبائل أمام حمرون رزقي. في المباراة وأخطر فرصة من أمام عبد الرحمن مزيان. عبد الرحمن مزيان، لاحظوا الإعادة التوزيعة من شريفي وعبد الرحمن مزيان أمام صالحي. رائع، صالحي كان الأروع وكان المتألق في هذه اللقطة. مزيان يروض الكرة ويسدد باليسرى، وصالحي كان الأقرب إلى هذه الكرة. أول تهديد وأول فرصة وأول إمدار شبيبة القبائل.
كرة للشبيبة في وسط الميدان، فيستون الذي يعود للحصول على الكرة، أسامة المساهمة أيضا في بناء اللعب، هجوم مرتد ليايا، يايا على الجهة اليمنى ينتظر مفتاح إلى الوسط للشيتا، شيتا لشريف رضوان، محاولة التوزيع مرة أخرى صالحي، مرة أخرى صالحي يتألق وينقذ مرماه، وخروج ممتاز من صالحي وفي توقيت مثالي. والخطأ على المدافع شتي إلياس كان واضح من كودري حمزة. العرقلة كانت واضحة. النتيجة لا تزال متعادلة سلبا، مع أفضلية نسبية لفريق اتحاد العاصمة بكرتين خطيرتين، خصوصا الكرة التي ضيعها مزيان بعدما راقب الكرة باليمنى وسدد باليسرى، ولكن صالحي قال له لا أنا هنا أنا موجود. صالحي بالتأكيد يبقى من واحد من أحسن حراس المرمى في البطولة الوطنية. سعد نبيل مباشرة لهجوم انتهى شبيبة القبائل، هذه كرة أخرى من أيد قاسي، محاولة التوزيع من أقاسي، محاولة التوزيع لكن الدفاع شبيبة القبائل أو اتحاد العاصمة متفطن في هذه الكرة. خطأ آخر يقول غربال ضد دايايا، خطأ يعني الدفع كان واضح من يايا، والحكم أعتقد كان صائب في قراره. غربال يقول من دون نقاش. هذه اللقطة الماضية الجميلة والمراوغة من مفتاح المعروف في كل مرة بخرجاته الفنية ومراوغاته التي يبدع فيها، التي شاهدناها في الكرة الماضية. بلالي هو منفذ هذا الخطأ، هل سيأتي بالجديد في هذه المباراة؟ هل سيأتي بالجديد لشبيبة القبائل؟ منفذ لكن إلى زيماموش هو الأقرب، زيماموش يتمكن من هذه الكرة من أمام اللاعب شبيبة القبائل، زيماموش يحتج على الخطأ المرتكب ضده، لكن غربال بالتأكيد غربال أعلن الخطأ ولكن من دون احتجاج يا زيماموش. الخطأ كان ذكي من بلقاسمي، هي محاولة السماح لرفقائه بالعودة، خصوصا المدافعين سعد نبيل وتيزي وعلي. بن يحيى لمزيان، مزيان يحتفظ بالكرة، يروض الكرة بشكل ممتاز، يدور بالكرة، يجد إبارة، ترى كرة ثنائية ملعوبة بشكل ممتاز، ولكن التمرير كان خاطئ. والهجوم الآخر لشبيبة القبائل، العودة من الياس شتي الظهير الأيسر الممتاز المتألق، والذي لعب تقريبا واحد من اللاعبين الذين لعبوا تقريبا كل مباريات البطولة هذا الموسم. كرة أخرى لشبيبة القبائل على الجهة اليمنى، محاولة التوزيع من معوش، تجد الكرة حمرون، تبقى الكرة لشبيبة القبائل، إلياس شتي مرة أخرى، الشبيبة تحاول أن تحتفظ بالكرة وأن تكسب ثقة أكبر في هذه المواجهة. لاعبي الشبيبة لا يلعبون بأكثر رزانة وبأكثر ثقة، ولا يريدون التسرع
مثل ما نشاهد مع تواجد المدافع الصلب سعد نبيل. هذه هي الكرة التي يريدها المدرب دوما، يريد كرة جميلة، يريد كرة، يريد الاحتفاظ بالكرة، اللعب بالثنائيات وبالثلاثيات، ومن ثم بناء الهجمات والانطلاق إلى الأمام. الانسجام بين الخطوط الثلاث هو ما يميز شبيبة القبائل هذا الموسم، وهذا هجوم لاتحاد العاصمة، لكن التمرير كان خاطئ، لا أدري ماذا كان يريد أن يفعل يايا، تمريرته كانت خاطئة تماما. شافعي، مباراة لحد الآن، ندخل دقيقتها 32، وهذا هجوم آخر لشريفي، شريفي، شريفي محاولة التوزيع، لكن صالحي الأقرب، صالحي دائما يقد، صالحي دائما متفطن لكل الكرات، وخطأ، خطأ ضد فيستان. خطأ كان واضح من المفتاح. شبيبة القبائل فاز هذا الموسم بست مباريات كاملة، وتعادل في خمسة ولم يخسر أي مباراة، وهو رقم يحسب لفريق شبيبة القبائل. ما يحسب لشبيبة القبائل أنه ينتصر حتى خارج الديار، فاز على شبيبة القبائل، أو فاز على وفاق سطيف عفوا، وفاز على مولودية الجزائر بخماسية نظيفة. غربال يقول خطأ، خطأ لفائدة شبيبة القبائل ولصالح رزقي حمرون. الدفع كان واضح باليد من مزيان، وبالتالي القرار صائب من الحكم غربال، حكم الدوري طبعا، ودوما يوجه، دوما يعطي التعليمات. علها تأتي بالجديد لشبيبة القبائل في هذه المواجهة. زيماموش طبعا في آخر التعليمات، في آخر التوجيهات قبل هذه المخالفة التي سينفذها أمير بلايلي. اللاعب القاسي يقول بأن الكرة لازم أن تكون في القائم الأول وفي القائم الثاني مع صعود المدافعين، ولكن يايا بالرأس يبعدها، تعود لشبيبة القبائل. إلياس شتي لسعد نبيل، تدوير الكرة بشكل جيد من لاعبي شبيبة القبائل، وهذا خطأ. مزيان يستفيد من الخطأ، مزيان محاولة التسديد، وتعود الكرة للاتحاد ليايا. يايا أمام لاعبين، أمام لاعبين من شبيبة القبائل، ماذا يفعل يايا؟ يتحصل على ضربة ركنية، وبالأحرى إلى ضربة مرمى. يقول مساعد الحكم عماري، إلى ضربة مرمى لفائدة عبد القادر صالحي. اتحاد العاصمة الذي يوصف هجومه بالكاسح، فاز على أمل عين مليلة ب3-1، فاز أمام مولودية بجاية ب5-1، فاز أمام أهلي برج مواريج ب3-1، وهذا هجوم آخر لمفتاح اتحاد العاصمة. العودة لشيتا أسامة، الشافعي مباشرة
بكرة مشتركة. لاحظ الإعادة بين الشافعي وأمعوش. الاتحاد أيضا فاز على دفاع تجنلت بثلاثة لواحد، فاز على في الجولة الماضية على أولمبي المدية بثلاثة واحد على أرضيته، وأول إنذار في المباراة، أول إنذار للمباراة لزيماموش. بالتأكيد الاحتجاجات الكثيرة لزيماموش كلفته أول إنذار بالبطاقة الصفراء طبعا، وسقوط أحد لاعبي شبيبة القبائل. إن شاء الله سلامات. والتوجيهات بالتأكيد، مساعد المدرب يستغل هذا الوقت الذي تتوقف فيه المباراة لإسداء التوجيهات والتعليمات. ونحن ندخل الدقيقة 37، لاعب الشبيبة يتلقى الإسعاف، إن شاء الله يعود سالما إلى المستطيل الأخضر وإلى زملائه القاسمي. وجمهور الاتحاد يترقب ينتظر ماذا ستسفر عنه الدقائق المقبلة والتي مرت. ومزيان هنا حاول واختار الحل الفردي، حاول التسديد لكن من أمام دفاع قوي، من أمام دفاع صلب، من أمام دفاع منسجم بوجود نبيل سعد وتيزي وعلي. كنت أتحدث عن الهجوم الكاسح لاتحاد العاصمة، فريق لا يرحم على أرضية ميدانه، فريق لا يتسامح بوجود إبارة الذي تشاهدون، هداف الفريق لحد الآن. خطأ آخر لشبيبة القبائل يعلنه غربال. غربال تقريبا قريب من كل لقطات، موفق في كل موفق في كل تدخلاته وفي كل قراراته. الخطأ كان هنا واضح. هناك وضعية تسلل ضد أمعوش، تسلل كان واضح. شبيبة القبائل لم يتلقى سوى هدف واحد على ميدانه أو خارج ميدانه عندما تعادل مع على ميدانه أمام أولمبي المدية بهدف لهدف. التدخل كان واضح وغربال يتدخل في هذه اللقطة المشتركة، وسقوط أحد لاعبي شبيبة القبائل. إبارة يقول لم أفعل شيء، ولكن غربال ماذا سيقرر؟ إن شاء الله تسود الروح الرياضية. بالتأكيد نحن نعرف أن الفريقين، لاحظ الإعادة، يعني كانت تمرير وكانت رجل إبارة لمست بطن المدافع شبيبة القبائل تيزي وعلي، لكن إن شاء الله سلامات. لقطة في حدود الروح الرياضية، نتمنى أن تسود، نتمنى أن تسود الروح الرياضية في كل ملاعبنا كما هو الحال إن شاء الله اليوم في مباراة اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل. كرة القدم دائما تجمع ولا تفرق، كرة القدم دائما هي رياضة، هي تنافس، هي فرجة، هي متعة، سواء الذين يحضرون هنا بملعب أو الذين يشاهدون المباراة خلف شاشات التلفزيون. والأحسن بالتأكيد هو الذي يفوز، والأحسن هو الذي يتوج.
يجب أن نصفق للفائز دائما، ونشجع ونبارك أيضا للخاسر ونتمنى له حتى موفقا. هذه هي الرياضة، هذه هي الكرة تحديدا، هذا ما نتمناه في كل اللقاءات الكروية. هجوم آخر لشبيبة القبائل، ولكن الكرة تضيع، الكرة تضيع من أمام أوقاسي، ولكن الضغط على مفتاح يدفعه تشتيت الكرة إلى التماس. كرة لشبيبة القبائل الذي يحاول الضغط في هذه اللحظات، تبادل كروي ممتاز، ولكن مرة أخرى من أمام بن خليفة الطاهر، قلب النابض لوسط ميدان شبيبة القبائل الذي يلعب دور كبير في الاسترجاع. برفقة صالح عبد القادر الذي يمنح الثقة لزملائه في كل مرة، وفي كل كرة ينقذها، وفي كل لقطة خطيرة ينقذ مرماه، يمنح الثقة بالتأكيد لزملائه من أجل الانطلاق إلى الهجوم والاستبسال أكثر. ممتاز شبيبة القبائل في هذه الكرات، تمريرة أخرى على الجهة اليمنى لأماعوش، ماذا يفعل؟ وأقاسي محاولة التسديد، أول تهديد، أول تهديد حقيقي لشبيبة القبائل بهذه التسديدة. لاحظوا الإعادة، التسديدة كانت مركزة، ولكن زماموش كان متمركزا بشكل جيد ويتمكن من هذه الكرة. لو أن المباراة لم نشاهد فيها فرصا كثيرة، هل هو التخوف؟ هل هو عدم المغامرة؟ وهذا يبدو من الفريقين متوجسان من المباغتة، شيء طبيعي. المغامرة كثيرا في مثل هذه المواجهات غير مرغوبة، وخطأ، خطأ الاتحاد في مكان يبدو مثالي لتشكيل الخطورة على مرمى صالحي ضد بن غيت. لاحظوا الإعادة مرة أخرى ضد بن غيت، وغربال أعلن الخطأ، وجماهير الاتحاد صح التعبير تستيقظ في هذه اللحظات، كانت تتابع في الدقائق الماضية، ولكن مع هذه الفرصة تحاول أن تشجع، تحاول أن تتفاعل مع اللقطة الماضية. قد يكون تهديد خطير بكرة مفتاح، بلا شك هو المنفذ في هذه الكرة بعد مرور تقريبا أو مع تبقي دقيقة ونصف تقريبا عن نهاية المرحلة الأولى. هل ستأتي كرة مفتاح بالجديد لفريق اتحاد العاصمة؟ هل ستأتي بالجديد؟ هل ستكون كرة مباشرة؟ أعتقدها ستكون مباشرة لمرمى، في مرمى صالحي. مفتاح في لحظات تركيز قبل تنفيذ هذه المخالفة والرقابة لصيقة على إبارة وعلى الشافعي، كرة منفذة فوق المرمى، فوق المرمى بقليل من مفتاح. كما قلت كرة مفتاح، وكما توقعت كانت مباشرة، لكنها كانت فوق مرمى صالحي. كرة أخرى للاتحاد، هي الدقيقة الأخيرة، هي آخر الأنفاس، هي آخر اللحظات قبل ختام المشهد الأول من مباراة اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل. مباراة تقريبا كانت متكافئة إلى حد بعيد، كان التخوف واضحا وباديا على التشكيلتين، عدم المغامرة، ولو أن الاتحاد كان أكثر جرأة من شبيبة القبائل، طبيعي لأنه يلعب على أرضية ميدانه وأمام جماهيره، ويريد أن يستغل فرصة الأرض والجمهور. لكن الشبيبة فرضت منطقها وفرضت أيضا طريقة لعبها. وكرة أخرى، الحكم لم يعلن عن أي شيء لاتحاد العاصمة، الكرة
لبنغيت، بنغيت ماذا يفعل؟ إلى مزيان، مزيان إلى رضواني، محاولة التوزيع لكن من دون تركيز، من دون تركيز رضوان. شريفي رضوان على غير العادة يضيع كرة كانت تبدو سهلة لفريق اتحاد العاصمة. لاحظوا الإعادة بالعرض البطيء، كانت بعيدة تماما على مرمى صالحي. هي 3 دقائق يعلنها الحكم كوقت بدل ضائع. ويايا، يايا يتقدم، يايا بلا شك سيمرر على الجهة اليمنى أو اليسرى لمزيان، مراوغة والتوزيع. الدفاع مرة أخرى، الدفاع مرة أخرى للاتحاد أو الشبيبة. لاحظوا المراوغة كانت بشكل مثالي وممتاز، ولكن سعدو القائد يتدخل بشكل مثالي، تنسيق كبير ورؤية يعني ممتازة لهذا المدافع الصلب. هجوم آخر لشبيبة القبائل، وقاسي محاولة التمرير لفيستون، فيستون من أمام كودري حمزة، فيستون محاولة التغطية على الكرة لكن يرتكب الخطأ، يرتكب الخطأ ضد كودري لفائدة اتحاد العاصمة. لاحظوا العرقلة كانت واضحة، المسك كان واضح على كودري، لقطة تقريبا كانت زائدة من فيستون. كودري حمزة، يتحصل على الخطأ، كان واضح. نلعب الوقت بدل الضائع ونتجه إلى نهاية المرحلة الأولى بالتعادل السلبي. كما قلت الشبيبة كانت مستبسلة خاصة في الدفاع ومتماسكة. كرة أخرى لاتحاد العاصمة، مفتاح محاولة التوزيع، ولكن دفاع مرة أخرى، دفاعات الشبيبة مرة أخرى، وسعد بالتحديد مرة أخرى يتدخل. متفطن هذا المدافع، لا تفوته أي لقطة وأي كرة إلا وكان إلا ويقطعها. مدافع ممتاز، مدافع صلب، والركنية في تنفيذها مفتاح، ولكن التدخل من دفاعات شبيبة القبائل. وغربال يعلن عن نهاية المرحلة الأولى. لمتابعة وقائع المرحلة الثانية من مباراة شبيبة القبائل واتحاد العاصمة وضيفه شبيبة القبائل، المباراة في شوطها الأول تركناها متعادلة سلبا مع أسبقية وأفضلية نسبية لفريق اتحاد العاصمة من دون تغيير ومن دون تبديل على تشكيلتي الفريقين. شبيبة القبائل يدخل في حراسة المرمى صالحي بليلي، شتي، تيزي بوعلي، سعدو، بن خليفة، عمرون أقاسي، عبدول بن قاسمي، وأماعوش، في حين اتحاد العاصمة يدخل اليوم أو يدخل بنفس التشكيل تقريبا الذي بدأ به المرحلة الأولى. زيماموش في الحراسة، شيتا، بن يحيى، الشافعي، يايا، مزيان، إبارة، بران، شريفي، مفتاح، كودري، وبن غيت، والمدرب بالتأكيد هو فروجي ثيري الفرنسي، المدرب الشبيبة هو الفرنسي الآخر فرانك دوما. إذن المباراة ننتظر منها الكثير، ننتظر منها أن تكون أفضل وأحسن في شوطها الثاني بالتأكيد، لمسة للمدربين ننتظرها أن تكون، وهذا ما يتوقعه المتتبعون والذين يشاهدون هذه المباراة بأي وجه ستكون عليه هذه المرحلة الثانية. هل ستكون أهداف؟ هل ستكون فرص تهديفية من الفريقين؟ هذا ما سنكتشفه مشاهدينا طبعا في الدقائق المقبلة مع قيادة للحكم
غربال بمساعدة عماري، والمساعد الثاني هو زرهوني، والكرة في دفاعات شبيبة القبائل. بن خليفة في الاسترجاع، بن خليفة الذي يلعب دور كبير في منصبه كمسترجع للكرات تقريبا للاعب الذي لعب كل مواجهة شبيبة القبائل الأحدى عشرة منذ بداية الرابطة، بداية مباراة الرابطة المحترفة الأولى لهذا الموسم، وكرة طويلة أخرى لفستان، ولكن رضواني أو شريف رضوان هو الأقرب إلى هذه الكرة. بن غيت من أمام لاعبين يتحصل هذه الكرة، ومزيان ينطلق كرة أخرى، ولكن سعدو، سعدو الذي قلنا المتفطن الذي يقرأ الكرة بشكل جيد يقطع الكرة الأخيرة من أمامه، مزيان إلى التماس وتعود إلى الشتاء، الشتاء لبن يحيى شافعي، محاولة الضغط من لاعبي شبيبة القبائل، تعود لبن يحيى، ما الذي قاله يا ترى فروجي للاعبيه؟ فرصة وحيدة خطيرة كانت الاتحاد في المرحلة الأولى، هي الكرة اللي كانت بقدم مزيان عبد الرحمن، ولكن صالحي كان متألقا، صالحي كان النجم تقريبا الفريق شبيبة القبائل بتصديه لكرة كانت هدفا حقيقيا، وهذا هجوم آخر لشبيبة القبائل، الشبيبة لفيستون، ولكن فيستون لم يتمكن من هذه الكرة، فقد التوازن وسقط على أرضية الميدان. كانت هجمة واعدة لشبيبة القبائل، الشبيبة اليوم تلعب من غير مهاجمها الهداف أوتشي النيجيري، وذلك بسبب العقوبة الآلية المفروضة عليه إلى جانب بن يوسف، ولكن دوما يعوده اليوم بفيستون اللاعب البولندي، وهذه كرة عند لاعب إفريقي آخر إبارة هداف فريق اتحاد العاصمة. مزيان مرة أخرى التمريرة لكودري أو يايا، والهدف الأول لاتحاد العاصمة، خمس دقائق كانت كافية ليايا وللاتحاد لافتتاح باب التهديف، يايا والفرحة الكبيرة، واتحاد العاصمة يتقدم في هذه اللحظات وسط فرحة جماهيرية كبيرة للاتحاد، وسط فرحة جماهيرية للأسود والأحمر. إذن يايا يراوغ باليمنى ويسدد باليسرى، ولكن العمل الكبير، العمل الرائع كان من زيان عبد الرحمن، التمريرة كانت مثالية، وعبد الرحمن أو يايا، يايا فوزي ينهيها في الشباك ويمنح اتحاد العاصمة التفوق. لاحظوا الإعادة، ويايا من دون أن يراوغ باليمنى ويسدد باليسرى ويضع الكرة في الشباك ويمنح اتحاد العاصمة، ولكن العمل الكبير والجميل والرائع قام به مزيان وفرحة يايا في هذه اللحظات. إذن اتحاد العاصمة يفعلها مبكرا مع بداية المرحلة الأولى، بالتأكيد أعتقد أن هذا هو السيناريو الممتاز، هذا هو السيناريو المثالي الذي كان ينتظره اتحاد العاصمة وإنسان اتحاد العاصمة وحتى المدرب ثيري فروجي. إذن الاتحاد يتفوق مع بداية المرحلة الثانية، وهجوم آخر لاتحاد العاصمة، لكن يتباطأ كثيرا برنس إبارة ويضيع هذه الكرة. إذن المباراة كيف سنتوقعها وكيف سيكون رد فعل فريق شبيبة القبائل، ولكن هجوم آخر من زيان، الاتحاد يريد أن يضيف الهدف الثاني ويقضي على أحلام الشبيبة، ولكن الدفاع مرة أخرى، الدفاع مرة أخرى، ورضواني في التنفيذ، الشريفي رضوان كثيرا ما أخطئ في هذا اللاعب، بهذا الظهير الأيسر الرائع. الاتحاد يضغط مرة أخرى والمراوغة، ولاحظوا هذه إعادة ثانية واللقطة الممتازة من مزيان، ويايا فوزي ببراءة وبأناقة ينهيها في الشباك، والأنصار الآن أصبحوا يعني استيقظوا إن صح هذا التعبير بين قوسين، وأصبحوا يناصرون، الآن تحولوا إلى مناصرين بعد أن سجل الهدف الأول لاتحاد العاصمة. والخطأ ضد بن غيت عبد الرؤوف، يقول الحكم الخطأ كان واضح من فيستان،
كيف سيكون رد فعل شبيبة القبائل في قادم الدقائق، في قادم اللحظات. مباشرة الكرة ملعوبة، والاتحاد العاصمة وهجوم اتحاد العاصمة صار يعني أكثر انتعاش في هذه اللحظات مع تواجد مزيان وإبارة. مرة أخرى تعود لدفاعات اتحاد العاصمة. الاتحاد يضغط، الاتحاد يريد أن يضيف هدف ثاني، يريد أن يقضي على شبيبة القبائل وعلى أي طموح أو أي عودة أو الرغبة في التعديل. هذه استراتيجية الاتحاد تبدو واضحة، وبالغيت بالغيت لمزيان ولكودري، كودري مرة أخرى ممتاز. كودري تبادل كروي رائع ومثالي وثنائية، وتدوير الكرة بشكل جيد، الاحتفاظ بالكرة مهم بالنسبة لاتحاد العاصمة. شتاء يايا يضيع هذه الكرة، والهجوم المرتد لفيستن. فيستن ماذا يفعل؟ محاولة المراوغة ولن يخسر هذه الكرة بالتأكيد لأوقاسي، لأوقاسي. الخطأ يقول غربال لفائدة الشبيبة، الخطأ كان واضح والعرقلة كانت واضحة، لكن الحكم أعتقد صفر خطأ. الحكم يعود للخطأ، لاحظوا يتابعوا، كانت دفعة واضحة على الياس شتي. هذا هو فيستون، قلب هجوم شبيبة القبائل، اللاعب البولندي الذي سبق له اللعب في الزوراء العراقي، ولعب في ايضا في انغولا، ولعب في سان داونز الجنوب افريقي. وهذا هجوم اخر، لكن الدفاع، الدفاع عن طريق سعدو مره اخرى يتدخل ببراعة. هو الهدف السادس الذي يتلقاه دفاع شبيبة القبائل هذا الموسم. لاحظوا التدخل كان من بلايلي اعتقد، او من تيزيوعلي. بن يحيى مباشرة الى إبارة، لكن يتفوق لاعب الشبيبة في هذه الكرة. ممتازة، ممتازة الكرة ملعوبة لشبيبة القبائل على الجهة اليمنى. وقاسي ماذا يفعل؟ محاولة المراوغة، لكن يتحصل في النهاية، يتحصل في النهاية على رمية أو ضربة ركنية من أماعوش أمام شريفي. أول ركنية لشبيبة القبائل مع بداية المرحلة الثانية، منفذة مباشرة مع سعودية مدافعي الشبيبة، لكن فيه خطأ، كان فيه خطأ على مفتاح. تابعوا الإعادة، كان دفع واضح ضد المدافع الأيمن ربيع مفتاح. بداية المباراة في شوطها الثاني تنبئ بأنها ستكون أفضل وأجمل وأحسن فنيا على الأقل في هذه المرحلة. كرة خاطئة من شريفي، يسترجعها فيستون، ماذا يفعل؟ لكن يخسر هذه الكرة، يخسر هذه الكرة من أمام الشافعي. محاولة صعود لاعبي شبيبة القبائل، محاولة اللعب في منطقة اتحاد العاصمة، هذا هو الحل بالنسبة للشبيبة إذا ما أرادت تعود في النتيجة وأن تضغط وأن تخلق مزيد من الفرص. هذه الإعادة من بن يحيى، التمريرة الخاطئة من المدافع فيستون من أمام شيتا ومن أمام شافعي في المرة الثانية، يخسرها من دون خطأ شافعي طبعا. مزيان على الجهة اليسرى، بلغيت، تفاهم كبير بين بلغيت ومزيان. العودة إلى شريفي، شتاء، مزيان مرة أخرى على الجهة اليمنى وفي الوسط لإبارة. محاولة التوزيع، إبارة كاد أن يضيف الهدف الثاني للاتحاد لولا صالح البارع،
لولا صالح المنقذ إبارة بكرة رائعة كانت في شكل تمريرة ولكنها كادت أن تباغت صالحي وكادت أن تشكل خطرا حقيقيا بل وكانت خطيرة جدا على مرمى الشبيبة القبائل وصالحي ببراعة ينقذ مرماه. الركنية منفذة من مفتاح والدفاع هو الأقرب في الهجوم المرتد. إذا شبيبة القبائل هجوم مرتد لأيت قاسي فيز أو أيت قاسي فيستون الآن فيستون ماذا يفعل؟ يتأخر ولكن يمرر أمام المدافعين. زماموش هو الأقرب. زماموش بالخبرة والقراءة الجيدة للكرات. الشبيبة تحاول أن تضغط، الشبيبة تحاول أن تعدل. ومعوش لبن خليفة تبادل كروي ممتاز. كل المنافذ مغلوقة أمام دفاع متحصن. محاولة التوزيع ارتباك في وسط دفاع الاتحاد. ماذا يفعل؟ تبقى الكرة للشبيبة القبائل على الجهة اليمنى. محاولة التوزيع لكن تدخل بن يحيى في النهاية. غربال يقول خطأ لفائدة اتحاد العاصمة. الشبيبة تحاول أن تضغط في هذه اللحظات. طبيعي أن تضغط وطبيعي أن ترمي بكل ثقلها. وبالخماسة يستعد لأخذ مكانه في هذه اللحظات. قد يأخذ مكان بالغيت بالفعل. تقريبا تبديل مركز بمركز. بلغيت يبدو غير راضي على هذا التغيير على ما يبدو. بلغيت إذن أدى ما عليه. وبن خماسة محمد يأخذ مكانه. يبدو غير راضي على التغيير. وأنصار الاتحاد يتغنون بفريقهم المتفوق لحد الآن بهدف فوزيايا. مزيان على الجهة اليسرى محاولة التوزيع كالعادة والكرة خاطئة. الدفاع لكن خطأ. خطأ من أمام صالحي. إبارة يرتكب الخطأ. تيزي وعلي يحتج ويقول للحكم غربال بأن إبارة تعمد الخطأ ضد صالحي. لاحظوا الإعادة لتقديم الرجل ولو أن الكرة كانت تبدو طبيعية يعني. توزيع الكرة للماضية. كاد الدفاع أن يرتكب خطأ يدفع ثمنه غاليا. هذه أنصار هزيج أنصار اتحاد العاصمة الذين حضروا بقوة لمساندة رفقاء الشافعي كيف لا وهم يتسيدون الرابطة المحترفة الأولى لحد الآن رغم أنهم لعبوا لحد الآن 11 مباراة واليوم هي المباراة رقم 12 للفريق. وقدر على الجهة اليمنى سيوزع بلا شك لكن تيزي وعلي يتدخل. كرة مباشرة إلى دفاعات الاتحاد بأكثر راحة وبأكثر ثقة. استرجعها لاعبي الاتحاد. كرة ضائعة وانطلاقة أخرى من القاسم أو حمرون رزقي لكن تضيع مرة أخرى من دون تركيز. شيتا كودري يا صاحب الهدف الوحيد لحد الآن. خماسة أول الكرات يلمسها بعد دخوله تقريبا منذ دقيقتين. شريفي كودري أو بن خماسة ليايا لمفتاح. الكرة تدور من اليمين إلى اليسار. محاولة التسديدة لكن صالحي
صالح الأقرب طبعا يطالب زملائه بالصعود، والصعود والتمركز في منطقة اتحاد العاصمة، هذا هو المطلوب من فريق شبيبة القبائل إذا ما أراد التعديل. حمرون تغيير الاتجاه إلى أقصى اليمين حيث يتواجد، كرة أخرى، كرة أخرى، زماموش كان الأقرب، كرة مشتركة لدفاعات اتحاد العاصمة بليلي، محاولة المراوغة، محاولة فريق شبيبة القوائل يحاول أن يجتهد، وهذا هجوم آخر للاتحاد، تدخل السعد مرة أخرى، الحرارة والإصرار والعزيمة موجودة عند هذا المدافع، قوي جدا، قوي جدا هذا المدافع، وتافني سيأخذ مكانه بعد لحظات في صفوف شبيبة القبائل. تافني في مكان قسم أماعوش، تافني الذي يلعب في مركز وسط ميدان هجومي، هي ورقة أخرى للفرانك دوما من أجل تعديل الأوتار لفريقه شبيبة القبائل، والغاية هي تعديل النتيجة، هذا هو المبتغى من فريق شبيبة القبائل في هذه اللحظات وفي الدقائق المقبلة. زيوعلي بليلي، خطأ من الشريفي، الحكم يقول فإذا تفني، دار آخر للشريفي، هكذا قدر الحكم غربال، الخطأ كان واضح، والتدخل كان فيه تعنيف نوعا ما، بالتالي الشريف يتلقى البطاقة الصفراء. وخطأ آخر في تنفيذه ماسيني ساتافني الذي أخذ مكانه منذ لحظات على الجهة اليمنى، محاولة التوزيع، والخطأ من أو المخالفة من دون خطر، بذكاء بذكاء يتحصل عليها يا فوزي. ندخل الدقيقة 65، اتحاد العاصمة متفوق إلى حد الآن، ورقة أخرى، ورقة بودربال سيوظفها فروجي في هذه اللحظات، سيأخذ مكان هذا الذي تشاهدون صاحب الهدف الوحيد لحد الآن، يا فوزي، يخرج تحت تصفيقات بالتأكيد، كيف لا، وهو الذي منح الاتحاد الهدف الأول الذي جاء بهذه الطريقة. يا يستقبل كرة مزيان، يراوغ بالجهة اليمنى ويسدد في الجهة المقابلة بالجهة اليسرى في الزاوية العكسية للحارس صالحي الذي لم يجد أي بد من تصدي لهذه الكرة، لا حول له ولا قوة بالتأكيد في هذه الكرة التي كانت ذكية وفيها من الدهاء ومن المكر التكتيكي من يايا فوزي. سليم بوخنشوش العائد لصفوف شبيبة القبائل، دوما يلعب كل الأوراق، سليم بوخنشوش يأخذ مكان بالقاسمي،
إذن بوخرشوش العائد إلى تشكيل شبيبة القبائل منذ جولات عديدة يزج به دوما اليوم في هذه المواجهة. هل ستأتي أوراق المدرب دوما بالجديد؟ هل ستنعش الخطوط خصوصا الخط الأمامي خط الهجوم مع توالي هجومات اتحاد العاصمة؟ مزيان على الجهة اليمنى والخطأ واضح، الخطأ واضح والعرقلة أمام أعين الحكم غربال بن خليفة بذكاء، حاول المرور بذكاء مزيان لكن العرقلة والخطأ كان واضح. خطأ آخر وفرصة أخرى قد تبدو خطيرة لفريق اتحاد العاصمة في هذه المرحلة في التنفيذ. مزيان، هل سيضيف الاتحاد الهدف الثاني؟ لكن دفاع شبيبة القبائل يتفوق، يبعد الكرة لكن يرتكب الخطأ مرة أخرى ضد بودربال تافني. فروجي متفوق على دوما لحد الآن. إعادة للخطأ كان واضح على بودربال وأنصار اتحاد العاصمة يشجعون فرحون أن فريقهم متفوق ولأن فريقهم سيوسع الفارق في ريادة الرابطة المحترفة الأولى. الاتحاد لم يخسر على ملعبه منذ بداية البطولة، حقق تقريبا العلامة الكاملة، خسر مباراة واحدة فقط على ملعب شبيبة الصاورة بثلاثة أهداف لصفر. والخطأ منفذ لكن من أمام الجدار يتمكن منها شبيبة القبائل. تافني على الجهة اليمنى، اليساري الخطير تافني، محاولة التمرير لكن مفتاح الأقرب، تعود الكرة لبوخلشوش، سليم بوخلشوش ماذا يفعل؟ محاولة المراوغة، تبقى الكرة لفريق شبيبة القبائل ولكن محاصرون بمجموعة من اللاعبين. محاولة التوزيع، زيماموش الأقرب إلى هذه الكرة يعني مع عدم وجود الكثافة والضغط اللازم من جانب لاعبي شبيبة القبائل. الشبيبة تفشل لحد الآن على رد هدف يايا فوزي. لم نشاهد رد فعل حقيقي صراحة من شبيبة القبائل على هدف اتحاد العاصمة. تغييرين صحيح، تغيير تافني، تغيير بلقاسمي، دخول تافني ودخول بوخلشوش. كرة أخرى للشبيبة لفيستان لكن بن يحيى بشكل ممتاز، بشكل رائع، بشكل أنيق يتمكن من هذه الكرة. الاتحاد يلعب بأكثر راحة بأكثر ثقة لحد الآن بعد مرور تقريبا 71 دقيقة 19 دقيقة. تفصلنا عن نهاية المباراة، كيف سيكون وجهها، كيف سيكون وجه المباراة في باقي الدقائق. طبعا بالقاسمي الذي خرج منذ لحظات تاركا مكانه لبوخلشوش دونه يعاني من إصابة على مستوى الأنف، سلامات إن شاء الله. كرة في الوسط إلى إبارة لكن يخسر هذه الكرة
أمام بن خليفة في النهاية يرتكب خطأ، يرتكب الخطأ، واضح الخطأ وغربال، لاحظوا الخطأ المتعمد. تفني الشبيبة تحاول، الشبيبة تسعى، الشبيبة تجتهد من أجل الوصول لمرمى زيماموش. كرة أخرى لشبيبة القبائل، القاسي باتجاه شت الياس، بوخلشوش سليم يراوغ يدور بالكرة يجد أقاسي، بوخلشوش لأقاسي مرة أخرى، العودة لتيزي وعلي، لكن الخطأ يقول الحكم، وإنذار، إنذار لبن خماسة. هذا هو يايا، هذا هو صاحب الهدف الوحيد لحد الآن لفريق اتحاد العاصمة، الوحيد في المباراة بلا شك. خطأ آخر لشبيبة القبائل وصعود تيزي وعلي وصعود سعد نبيل، محاولة خلق الكثافة العددية في منطقة جزاء اتحاد العاصمة. بليلي في التنفيذ مباشرة إلى أقصى اليسار بالرأسية، ولكن الشافعي يتدخل، إبارة يتحصل على هذه الكرة، خطأ، خطأ كان واضح أمام رجل لاعب شت الياس وبن خليفة. لاحظوا الإعادة، طيمي كان خاطئ من بن خليفة وخطأ كان واضح، لأنه كان يعرف جيدا بأن إبارة لو انطلق لكانت الخطورة، بالتالي ارتكب الخطأ الذي كان متعمدا. ولاعبي لاعبو شبيبة اتحاد العاصمة يطالبون الحكم غربال بإنذار بن خليفة مثل ما أنذر بن خماسة، لكن بالتأكيد الحكم غربال هو صاحب القرار وسيد قراراته، قراراته محترمة في كل الحالات. إبارة يطلب الكرة وسط دفاعة شبيبة القبائل، ارتقاء لكن يخسر هذه الكرة أمام إلياس شتي. هجوم آخر لشبيبة القبائل على الجهة اليمنى، هجوم آخر لفيستن، محاولة المراوغة لكن مضطر للعودة إلى الخلف، مضطر للعودة إلى الوراء. الشبيبة تعتمد على الكرة الطويلة بعدما فشلت في الـ في الـ أو بالأحرى فشلت في الكرة الجانبية على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى، اعتماد في الكثير من الأحيان على الكرة الطويلة، علها تأتي بال أو تفك شفرة دفاعات اتحاد العاصمة، ولكن لحد الآن شيئا من هذا لم يحدث، والاتحاد يبقى متفوق قبل ربع ساعة عن نهاية المباراة. هجوم آخر للاتحاد، مزيان المراوغ المهاري، محاولة التمرير على الجهة اليسرى لكن إلى ضربة ركنية. الاتحاد يستفيد من ركنية أخرى، يستفيد منها شريفي رضوان، سينفذها مزيان بلا شك، كلما كانت ركنية في هذه الجهة وإلا كان مزيان هو المنفذ. طبعا بالنظر إلى تسديداتها وتمريراته الدقيقة، مزيان في التنفيذ، الركنية منفذة مباشرة إلى رأسية كودري، لكن دفاع اتحاد شبيبة القبائل يسترجع هذه الكرة، والهجوم المرتد لاتحاد شبيبة القبائل على الجهة اليمنى هي حمرون، حاولت التمرير ولكن فيستون العائد من وضعية التسلل، فيستون كان في وضعية المتسلل،
وكرة أخرى ضائعة من شبيبة القبائل، وكأن الشبيبة يائست، وكأن الشبيبة في الحقيقة كنا ننتظر رد فعل قوي من شبيبة القبائل بعد هدف فوزي. يا الشبيبة يعني تملك كل الوقت للرد على هذا الهدف، باعتبار أن الهدف الاتحاد جاء في الخمس دقائق الأولى من المرحلة الثانية. حتى تغييرات فرانك دوما لحد الآن لم تأتي بالجديد المنتظر والمرتقب من أسعار شبيبة القبائل الذين تنقلوا اليوم لمساندة فريقهم هنا على ملعب عمر حمادي ببلوغين، يمنون النفس بنقطة تعادل على الأقل، يعودون بها الى الـ الى الـ الى تيزي وزو. لكن الشبيبة هذا الموسم هي ليست شبيبة القبائل الموسم المواسم الماضية المواسم الأخيرة، الشبيبة هذا الموسم فريق اكثر تنظيم اداريا وحتى من جانب الـ 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 من جانب الانضباط من خاصة من اللاعبين. الفريق لا يعتمد على النجوم بل يعتمد على 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 مجموعة، فريق منسجم في خطوطه الثلاث، هذا ما يقوله مسير شبيبة القبائل وما نراه في المباريات. الفريق صار أكثر تنظيما، الفريق صار يفوز على ميدانه وخارج ميدانه. الشبيبة التي كانت طبعا يبقى الفريق الكبير الفريق العريق فريق التاريخ، أتمنى أن يوفق وأن يستعيد مكانته الطبيعية، أقول الطبيعية في البطولة الوطنية وحتى على الصعيد القاري. كرة أخرى لشبيبة القبائل، هجوم آخر لأيت قاسي، محاولة التوزيع، الشبيبة تضيع هدف التعادل، الشبيبة تضيع هدف التعادل في هذه اللحظات عبر التفني. تفني إذن بكرة ممتازة وتبادل كروي في منطقة الجزاء، لم يجد لمن يمرر ولكنه سدد وفي النهاية كرته إلى خارج أرضية الميدان. لاحظوا الإعادة بشكل جيد، ولا سليم بوخنشوش التمريرة في العمق وتفني بين أرجل زماموش، وفرصة أخرى وبالأحرى هي أخطر فرصة لشبيبة القبائل مع المرحلة الثانية. إذن انتظرنا حتى الدقيقة 80 حتى نرى رد فعل شبيبة القبائل على هدف يايا فوزي. الشبيبة تحاول أن ترمي بكل ثقلها الهجومي كما نشاهد من أجل التعديل، ولكن أمام فريق يبدو منسجما، فريق يبدو منظما أكثر، اتحاد العاصمة فريق يريد أن يحافظ على هدفه الوحيد لحد الآن. لاحظوا الإعادة، التمريرة البينية كانت رائعة وتفني بين أرجل زماموش، لحسن حظها أن الكرة برت إلى خارج المرمى، إلا وإلا لكان الهدف دوما يتحسر بالتأكيد، دوما يتحسر على اللقطة الماضية وغير راضي يبدو على أداء لاعبيه سليم بوخنشوش الذي أخذ مكانه في المرحلة الثانية. آخر عشر دقائق أو آخر تسع دقائق من المباراة، خطأ ضد إبارة واضح، المسك كان واضح، وغربال تقريبا كل قراراته صائبة، حكم دولي. إبارة الكونغولي هل سيفعلها في هذه اللحظات؟ هل سيضيف الهدف الثاني للاتحاد؟ والكرة يبدو بن يحيى هو من سينفذها،
بن يحيى هو من سينفذها، وعادة عودنا بن يحيى على في هذه الكرات على التسديد مباشرة إلى المرمى. أعتقد بن يحيى سيسدد مباشرة في مرمى وفي إطار الحارس، إطار مرمى الحارس صالح عبد القادر مباشرة، ولكن الكرة مرت جانبية كانت قوية بالرجل اليمنى مباشرة. صالحي من دون تضييع للوقت، لكن مرة أخرى الشبيبة تخسر كرات كثيرة. هذا هجوم آخر لبودربال لاتحاد العاصمة، لبودربال لكن سوء تفاهم وسوء تنسيق بينه وبين مزيان، تردد كثيرا في مزيان في اللقطة الماضية وفي كرة بودربال، لكنه في النهاية يتحصل على ضربة ركنية لفائدة اتحاد العاصمة. لاحظوا الإعادة في الكرة الماضية من أمام سعد نبيل، الكرة كانت لمست رجل المدافع سعد وبالتالي ضربة ركنية لفائدة اتحاد العاصمة في تنفيذ مفتاح. مفتاح في تنفيذ الركنية لاتحاد العاصمة، لكن الدفاع مرة أخرى من فيستون يسترجع الكرة، محاولة المراوغة من أمام مفتاح، لكن فيستون يرتكب الخطأ. فيستون يرتكب في خطأ أعتقد كان في غنى عنه. لاحظوا الإعادة، كان الدفع واضح باليد اليسرى، إعادة توضح لنا بأن الخطأ كان موجود وغربال كان صائبا في قراره. مفتاح وخنشوش سليم، آخر المحاولات، آخر الدقائق، بليلي مباشرة لتافني، محاولة التوزيع في منطقة جزاء اتحاد العاصمة، الكرة تصطدم بظهر مفتاح وتعود لتافني، لكن من دون أن يجد مساندا ومن دون أن يجد أي لاعب قريب منه تضيع هذه الكرة. إبارة يراوغ في الأولى ولكنه يضيع الكرة في الثانية. إبارة الكونغولي الذي سجل ثنائية أو سجل هدفا في المباراة الماضية أمام أولمبي المدية وهداف لفريق اتحاد العاصمة، لحد الآن لاعب الدولي الكونغولي. كرة في دفاعات شبيبة القبائل، الشبيبة التي يتبقى لها ثلاث مباريات من مرحلة الذهاب، مباراة أمام شباب قسنطينة وأمام نصر حسين داي وأمام أهلي برج بوريريج، في حين الاتحاد سيلعب أمام شباب قسنطينة، أمام مولودية وهران، ثم أمام شباب قسنطينة، كما تنتظره منافسة عربية أمام المريخ السوداني الأيام المقبلة. كرة أخرى يستفيد منها اتحاد العاصمة، ضربة مرمى لفائدة زيماموش. تيزي وعلي، بن يوسف في الاسترجاع أو تافني، فيستون وقاسي، كل المنافذ مغلوقة أمام مهاجمي شبيبة القبائل. كرة على جهة اليسرى، محاولة التوزيع واليمنى، لكن بن يحيى
كرة كانت على الجهة اليمنى وبن يحيى المنقذ يتدخل في وقت مثالي من أجل الإبعاد. كرة كانت أرضية زاحفة وتفني في آخر محاولة شبيبة القبائل الركنية منفذة، لكن سليم بوخنشوج يتمكن من هذه الكرة في الأخير لإلياس شتي. بوخنشوج لبلايلي، محاولة التسديدة لكن أرضية زاحفة من دون خطر على مرمى زيماموش. بلايلي يحاول بعد أن فشلت كل المحاولات على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى مثل ما نشاهد في هذه اللقطة التوزيعة العرضية، لكن بن يحيى بمبدأ الأمان يخرج الكرة من أمام فيستان. مفتاح آخر ثلاث دقائق في هذه المباراة، ماذا سيفعل شبيبة القبائل؟ كيف سيكون سيناريو المباراة في اللحظات المقبلة؟ الشبيبة تحاول في هذه اللحظات أن تضغط. حمرون رزقي جانب من إداري فريق شبيبة القبائل، يتقدمهم شريف ملال رئيس الفريق. كرة أخرى لإبارة ينطلق، إبارة من أمام تيزي وعلي، ماذا يفعل إبارة؟ محاولة المراوغة لكن يفشل أمام براعة تيزي وعلي. المراوغة لم تكن بالشكل الجيد، ولكن تيزي وعلي كان متفطنا واسترجع الكرة بشكل جيد وبشكل مثالي. بن خليفة في الوسط، تضيع الكرة مرة أخرى. الشبيبة تضيع كرات كثيرة خاصة في الثلث الأخير، في الثلث الأخير من منطقة اتحاد العاصمة كما شاهدنا في اللقطة الماضية. فيستان القاسي، لكن مفتاح ببراعة ينقذ مماه بثقل الخبرة وبثقل السنوات. مفتاح يتفطن رغم تقدمه في السن، مفتاح يبقى من أحسن الأظهرة في الجزائر خاصة على الجهة اليمنى. محاولة أخرى لشبيبة القبائل، زيماموش والقراءة الجيدة للكرة. الكابتن القائد طبعا يلوم زملائه في هذه الكرة أمام سليم بوخنشوش. بن يحيى، كرة طويلة مباشرة لإبارة من دون خطأ، تعود الكرة تبقى الكرة لفريق اتحاد العاصمة. مفتاح بودربال بذكاء يتحصل على رمية التماس لفريق اتحاد العاصمة، يسير في المباراة طبيعي. ورناي يأخذ مكانه في هذه اللحظات آخر الأوراق، أعتقد اعتقادي متأخر نوعا ما. هذا جانب من أنصار اتحاد أو شبيبة القبائل الذين تكبدوا عناء السفر وتكبدوا طبعا عناء البرد الشديد وجاءوا لمساندة فريقهم. هذا هو الحب وهذا هو الولع وهذا هو الشغف بكرة القدم. معروفون أنصار شبيبة القبائل بوفائهم وإخلاصهم لفريقهم أينما حل وأينما ارتحل، لكنهم خائبون لحد الآن بعد هذه النتيجة، متخلفون بهدف لصفر. ونحن ندخل الوقت بدل الضائع، ثلاث دقائق يعلنها غربال. هل ستكون كافية لشبيبة القبائل حتى يعدل؟ الشبيبة ترمي بكل ثقلها، الشبيبة ترمي بكل ما تملك في هذه اللحظات من أجل التعديل. كرة أخرى، ولكن دفاع اتحاد العاصمة يتفوق في هذه الكرة. انطلاقة من مزيان، محاولة الضغط صالحي، صالحي الذي تلقى هدفا في الدقيقة 49 من هذه المباراة.
وهذا هجوم آخر لشبيبة القبائل، محاولة التمرير ولكن كودري يتحصل على الخطأ. كودري ذكي وبالخبرة وبالتجربة يتحصل على خطأ. لاحظ الإعادة بشكل بالإعادة البطيئة، السقوط كان ذكي وكيفية الحصول على الخطأ كانت ذكية أيضا من كودري حمزة. الدقيقة الأخيرة من هذه المباراة، الاتحاد متفوق بهدف يايا فوزي منذ الدقيقة 49. إذا اتحاد العاصمة يسير نحو تحقيق فوز آخر على ميدانه، تحقيق الفوز التاسع له في البطولة. يقترب من إضافة ثلاث نقاط تجعله متصدرا ومتسيدا للبطولة الوطنية، لكن المباراة لم تنتهي بعد آخر 20 ثانية. الشبيبة تحاول، الشبيبة تضغط، ولكنها في الكثير من الأحيان تضيع كرات أمام لاعبي اتحاد العاصمة. نقص تركيز ونقص فعالية. ونهاية اللقاء، غربال إذن يعلن عن نهاية المباراة بفوز اتحاد العاصمة، نهاية الكلاسيكو بين الاتحاد وشبيبة القبائل بفوز اتحاد العاصمة بهدف يايا فوزي سجله في الدقيقة 49. بهذا يصل